بعد صمت طويل بماذا سيطل دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ تمام سلام على اللبنانيين؟ أي استحقاقات داهمة؟ وما هي حصيلة الملفات الساخنة في الداخل والخارج؟ من الرئاسة المعلقة إلى الحكومة المتوترة، مروراً بالاقتصاد والنازحين والأمن والسياسة الخارجية، مارسيل غانم يحاور دولة الرئيس تمام سلام في كلام الناس الخميس 18 شباط 9:30 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.